تمكن افراد الكتيبه الاقليميه للدرك الوطني بتيزي وزو من الاطاحه بشبكه اجراميه تختص في الاعتداء على مستعملي الطريق وسرقه ممتلكاتهم، كما تم استرجاع مركبه مسروقه في ظرف قياسي. وقع القضيه تعود الى تاريخ 11/2023، حيث تعرض مواطن الى الاعتداء متبوع بسرقه سيارته من نوع فورد فيستا عندما كان قادم من مدينه تيزي وزو متجها نحو بلديه بن دواله، حيث اعترض طريقه ستة اشخاص مجهولي الجهويه يحملون اسلحه بيضاء، اين اعتدوا عليه واجبروه على النزول من سيارته والانطلاق بها نحو وجهه مجهوله. ليتم على الفور تشكيل دوريه من طرف افراد الكتيبه الاقليميه للدرك الوطني بتيزي وزو والتنقل الى عين المكان لتمشيته، حيث تم استخاء معلومات تمكنت من التورط تفيد بتورط 3 اشخاص. بعد التعمق اكثر في التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلام وبفضل جهود فريق التحقيق، تم توقيف افراد الشبكه المقدر عددهم بسبعه اشخاص مشتبه فيهم في ظرف قياسي مع استرجاع سياره مسروقه. بتاريخ 16/2023 تم تقديم اشخاص الموقوفين امام السيد وكيل الجمهوريه المختص اقليميا، اين تم ايداعهم بالمؤسسه العقابيه بتيزي وزو عن جنايه تكوين وتنظيم وقياده جمعيه اشرار لغرض الاعداد الجنائي او اكثر. السرقه المقترنه بظرف الليل والتعدد والعنف تجدر الاشاره ان الجديه في معالجه القضيه وسرعه التحرك مكن من فك ملابسات لغز 10 قضايا قيد المتابعه كلها متعلقه بالسرقه والاعتداءات لمستعملي الطريق.